الليف نوت يا شباب لازم احنا من واحد مرة يجي الاوردر نسوي الليف نوت اكزامينيشن، فلازم نسوي شنو؟ وهذا ما اجي اصلا ولا راح يجي، بس خلوها ببالكم انه لازم نسوي السيرفكس للنيك، يعني هي نفس السيرفكس بايكاب ايوه، لانه الليف نوت متجمعه بالجسم في ثلاث مناطق. المنطقة الاولى هي منو؟ نيك. المنطقة الثانية الاكسلا، والمنطقة الثالثة الاكوانا. فأنا لازم أسوي نيك إكزامينيشن للثايرويد، لازم أسوي إكسيلر إكزامينيشن، ولازم أسوي ليف نود إكزامينيشن. أوكي؟ فإحنا نبدي بالنيك إكزامينيشن. النيك إكزامينيشن لازم نفهم الأناتومي بصورة جيدة حتى نقدر نسوي، إذا فهمنا الأناتومي مالتي راح يصير هذا سهل. شوف مرة أنا عندي السيرفايكال ليف نود ينقسم إلى تو سيركل وتو لونجتيودينال. التو سيركل راح نبدي هناك، التو سيركل سيركل اوتر وسيركل انر. الانر ما له علاقه بها بالاكزامينشن، نسوي الاوتر. نبدي ثاني هنا جوا الحنيك نسميه سب مينيكال ليف نود. الدور نروح لجوا الماندبول نسميه سب ماندبولار ليف نود. الدور نروح لهنا يسمونه بري ايوريكال ليف نود. الدور نروح لهنا ماستويد ليف نود. والدور راح يصير شيء شنو؟ اوكسيميتال ليف نود. لا 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 شنو؟ هاي الدائرة الخارجية، أما الدائرة الداخلية اللي هي اكو جوا الليف نود، جوا التونك نسميه تونك ليف نود، والبلاعين مالتنا اللي هي التونسل ليف نود والادينويد أخير شيء. هاي الدائرة. احنا لازم نفهم الدائرة الخارجية، سبمنتال، سبمنتبلر، بري ايوريكال، بوس ايوريكال، اند اوكسيميتال. تمام؟ طبعا السب ميتال والسب مانديبولار نعطيهم ليفل شنو؟ ليفل 1A السب ميتال والمانديبولار 1B. اوكي؟ 1 الاوكسيميتال نعطيهم 5A. خلوني بعد زين، كان 2 و3 و4 وين هي؟ 2 و3 و4 اللي هن باللونجتيودينال. احنا اذا نجي للستيرنوماستويد مصل يا شباب، هاي الستيرنوماستويد الون ذا ستيرنوماستويد مصل موجود منو؟ موجود الجيجولان. طبعا زين، فنقسمهن حسب الليف نود وين الجماعات. قسم فوق نسميهن ابر ديب جيجولان اللي هو ليفل 2، وقسم بالنص ميدل ديب جيجولار، وقسم لور ديب جيجولار. الاسم الاول نسميه جيجولو دايجاستريك او تونسيلر ليفل 2. ليفل 3 نسميه جيجولو كاروتيد. ليفل 4 جيجولو او مهايو. شوفوا هذا 2 و3 و4 الاوكسيميتال 5 اي جا 5 بي وينها؟ 5 بي وين موجودة؟ بالسوبرا كلافيكولار ليف نود. واضح؟ معلوم؟ طبعا بعدها 6 و7 هسه نعيد سبمنتال سبمنتبلر بري ايوريكال بوست ايوريكال اوكسيبيتال اور ديم جيجولار ميدل ديم جيجولار لور ديم جيجولار. اوكي سهله جدا، بما انهم همنا ذني راح ايش تسوي؟ تسوي لي اكزامينيشن. طبعا هم بعد اذا قلت لكم يا بسوي ليف نود اكزامينيشن راح نقول له نبدا بالنيك. النيك ايش راح نقول له؟ نقول له احنا لازم هم بعد نسوي كومبريشن ومن ثم البوزيشن، هم بعد البوزيشن ان ارم ليس تشير. وابدي انا هم بعد انسبكشن فروم ذا فرونت about اكو overlanding skin mass. اذا اكو ماس اللي هي من السلم فوق الديفاتي راح يصير على شكل ماس. اذا اكو overlanding neck mass راح اعاملهم معالج الماس واسوي ماس examination. اذا ماكو اقول no visible neck mass. اوكي دور اشوف ال overlanding skin. ها هو بالبنود ماكو، بس انت من يجيك neck examination هو اذا اجى السؤال ليف نود لا تبلع ريقك،
بس اذا اجى سؤال سوي لي هيك لازم تبلع لي هيك وشو بس بعدين ما راح اشوف. فاحنا بنسوي ماسك سكيم تكستشرز كله معكم خلص. نيجي الان بالبيشن فروم ذا باك، وعندنا بالبيشن فروم ذا فرونت. البالبيشن فروم ذا باك راح افحصهم كلهم ما عدا اثنين اللي هن او ثلاث او اثنين اللي هن البوست ايوريكال والماستويد. افحصهم من قدام لان سهل عليها سيطر، في حين البقيه كلهم افحصهم من وين؟ من الباك. من الباك كلهم افحصهم من الباك ما عدا البوست ايوريكال والماستويد افحصهم فروم ذا فرونت. زين فراح ابدي بالسب مانيتال. اوكي الدور اروح للسب مانديبولا، الدور اروح للبوز للبري ايوريكال، الدور اروح للابر ديب جاكولار، ميدل ديب جاكولار، اللور ديب جاكولار. احاول ما افحص سوى اثنيناتهم بايدين اثنيناتهم، وانما الجهه الاولى والجهه الثانيه. ليش؟ ها شنو؟ ايورتك شلون؟ واذا كانت الارتر ها؟ لا مو شيء يعني اكو كارتد بادي، اذا احس ان الاثنينات سوا ممكن يصير ريفلكس هايبوتنشن والمريض يصير عنده سينكول. هسه ماكو مشكله يعني. اوكي وراها ايش اسوي؟ وراها اروح اقول له جنح، ابحث منه السوبرا كلافيكولار نفنوت. انا اقول للمتحن اي تشيك ذا سب مانيتال سب مانديبولار بري ايوريكال ابر ديب جاكولار ميدل ديب جاكولار لور ديب جاكولار سوبرا كلافيكولار. نجي الان من قدام ايش ابحث الاسهل علي؟ بوست ايوريكال الماستويد او البوست ايوريكال والاوكسيبيتال. تمام واضح؟ طبعا اذا شفت بابا ماس لمفوتينا باثي راح اعاملها معامله معامله الماس. طبعا يختلفون، ناس يقول من قدام ناس يقول من وراء، اكو اختلافات ماكو مشكله، هاي الموجود بالفلسفه. هاي واضح؟ خلصنا منه النيك. هسه اذا اجانا الاوردر سوي نيك اكزامينيشن فايش اسوي؟ اسوي الثايرويد ومنه والليف نود سوى اثنيناتهم. نعم. نجي ناخذ الاكزيلاري بتجي بس للفائده، الاكزيلاري نفس الشيء نفس البوزيشن نفس الوضع. لا الاكزيلاري المريض واقف تقدر معكم مشكله. او انسيتنج كمات معكم مشكله. الفكره هنا الفائده بس لازم تعرفون الاناتومي، الاناتومي مالت الاكزيلاري اكو خمس مجاميعات احسب. قسم موجودات هنا هاي المنطقه نسميها انتيريور بكتيريال لاين، طائرات من انتيريور وول اوف ذا اكزيلر. وقسم موجودات هنا يسمون سنترال سنترال جروب، وقسم لي جوا لازم تدخل ايدي اكثر تسمي ايبيكال جروب، وقسم موجود وين؟ باللاترال سايد الهيمورس نسميه شنو؟ لاترال جروب، وقسم موجود هنا نسميه بوستيريور. فذني لازم انا افحصهم. فايش اسوي انا؟ اذا اريد افحص الليفت اكزيلا استخدم الايد اليمنى، واذا اريد افحص الرايت اكزيلا استخدم الايد اليسرى. فيعني مثلا الان اريد افحص هاي الليفت سايد اكمش الليفت بالليفت وابدي افحص. تمام؟ نفس الحركه راح استخدمها. اوكي؟ افحص السنترال جروب اول شيء، ثم اروح للانتيريور اكزيلاري جروب، ادخل ايدي اعمق افحص الابيكال جروب. زين؟ والدور اخلي ايدي على اللاترال افحص اللاترال جروب،
والدور اروح للوراء وابحث منه بوسي ابحث البوستر كله. شوفوا هنا انا شال ايد المريض شال اليسرى باليسرى وبدا يفحص اليمين بدا يفحص السنترال جو. شوفوا شلون فحص السنترال جو بدا يفحص اليسرى باليمين الدور راح يبدا يفحص الاكتيريال جو. ثم راح يروح يوم حصل كيميكال جروب دخل كده عمق وراح يسدد في الجهه الثانيه. ثم راح يروح يفحص اللاترال جروب سبحت من اللي كان شو بدا يفحص اللاترال دين دكتور هذا مو بالفول لا لا نعم يعني هو هيك يسوي حركات على يقول ندخل ديب وديب ثم اروح للإنفوانا يعني والله طيب ثم اروح للإنفوانا الإنفوانا البوزيشن ان سوبرز الانسبكشن كلهم طبعا كلهم لازم ندير الانسبكشن اكو ماسك اوفر لاين ثم اروح للفاونديشن اللي هو هذا اكو عندي تو جروب شايف هاي اللي هو انا اللي متصرف من سوبيريال سوبيريال اي سباين هذا بيوبيك سيمبيس جواها اكو الهوريزونتال جروب زين ومن ثم اكو حركتي اللي هو يجي الفيرتيكال جروب فانا اذا ابحث الهوريزونتال جروب راح اصير بصوره عموديه على يمين يجي ابحث بصوره عموديه على الهورزنتال والفيرتيكال ايضا اصير بصوره يعني افقيه على الفيرتيكال. شوف زين دكتور هم جايب الاكزامينيشن الارم يعني سنوات هم جاي اكزامينيشن مثلا يعني على الدميه وشو بس هذا بتذكم بالحياه العمليه مهم بالنود مهم بالاكزيلاري مهم ما تفهم نعم حياه الحقيقيه مهم. اوكي شباب اذا احنا على خلصنا منهم اللي هو والاكزيلاري خلصنا نجي الى النيك هسه احنا اذا اجبنا نيك راح يصير مالتنا قال لك سوي نيك اكزامينيشن شو راح يصير تسلسل الاحداث مالتنا
اول شيء بريبريشن ومن ثم انسبكشن. راح نبدا بالانسبكشن. اكو اوفر لاينينج، اكو نيك ماس فيزبل هم يعني سوالوين ورا تاندو بروكلوجن ورا شنو ورا اوفر لاين سكن، نفس الخطوات مع الانسبكشن. اذا قال الاكزامينيشن سويت مال ماني باع المي وقلت حرك قبل انت بالفيروت كامل لو اوكي كمل على البيانات. طبعا لا. هو لازم هو شنو يسوي نيك ماس؟ قال نيك اكزامينيشن اي شفت ماس شفت الماس وماس تحرك قبل احاول على دايره كليين لو اوكي يعني لا هو ما شنو ما افتهمت يعني سوى قال انك اكزامينيشن المفروض ليف نوت وتايرود بيانات تايرود لا اي بس انا شفت قبل عندي بس تايرود يعني قاعد تحرك وين قبل انت لا هاي نعتبرها نيك ماس هاي دون تدخل لنا بالاكزامينيشن كملت النوم يعني كملت الوصف لا طبعا انت واحدة من الاساسيات اللمف اكزامينيشن لازم تسوي لمف نود اكزامينيشن فيزبل وسيركيليشن اكزامينيشن ونيرف اكزامينيشن فلازم تسوي طبعا نيك ماس تتوقع لازم تشوف ال دكتور نيك اكزامينيشن سؤال نيك اكزامينيشن ايه شو اسمه بس ما راح نسوي نفس السؤال في الانسبكشن اوكي وراها ورا ما سوينا نفس سؤال الانسبكشن راح اروح للبالبيشن بالبيشن فروم ذا باك راح ابدا بالثايرويد افحص الثايرويد فما تقول لي شنو تسوي سوالو وراها راح بنفس الوقت مالتي اسوي منو الليمنود اللي هي سبمنتال سبمنتوبلار بري ايوريكال ابر جنجولار ميدل جنجولار لور جنجولار والسوبرا كلافيكولار ليمنود اجي لي قدام اكمل النود اللي هي شنو البوست ايوريكال والاوكسيبيتال واسوي مالت الثايرويد اللي هي سنترال او التراكيا بوزيشن والكارت والكارت بالس والاسكلتيشن والستب استرنال اكستنشن واضح؟ زين هسه خلينا نسوي واحد كامل منو تبرع؟ علي علي ما يحتاج علي منا ونكمل